كانت من المؤسسات الأولى التي أعادت الثقة في العمل الجمعوي في بلادنا المغرب. فقد كان في العقود قد أقول التسعينيات فقد المغاربة أو أغلب المغاربة الثقة في العمل الجمعوي. فمع الألفية الجديدة ظهرت جمعيات لله الحمد أعادت الثقة للمجتمع وأعادت الثقة للمغاربة في العمل الجمعوي. وقد كان ولله الحمد لمؤسسة عطاء دور كبير في هذا المجال، بل ولله الحمد كان لها دور كبير في أنها كان سببا في إنشاء مجموعة من الجمعيات، يعني بدأت هي في 2012، وللإشارة قد كانت الشرارة الأولى للعمل محطة كانت في فبراير 2012، وهي كانت أيضا في منطقة إيدزر، وكانت يعني تحت إشراف التنسيقية المغربية للدفاع عن دور القرآن. كانت هي الشرارة الأولى التي تولدت عنها فيما بعد حملة لننعم جميعا بالدفء، والتي من خلالها خرجت مؤسسة عطاء، وكان تأسيسها كما تم الإشارة إليه في مارس 2013. أذكر القوافل الأولى، بل أذكر أن المؤسسة ولله الحمد منذ أن بدأت انطلق إشعاعها، فكان في المحطة الثانية لننعم جميعا بالدفء التي كانت بمنطقة تيزي نوشف، كانت ولله الحمد هذه هي المحطة الإشعاعية الكبرى الأولى في مسار المؤسسة، إذ لأول مرة ترى صورة لمجموعة من الدواب تحمل المساعدات، وكانت صورة ضمبالك صورة إشعاعية كبيرة للمؤسسة. فلله الحمد المؤسسة لعبت دورا كبيرا كما قلت في إعادة الثقة في العمل الجمعوي، وكان لها دور كبير في تأسيس وفي خروج العديد من الجمعيات وفي تأثر الشباب ولله الحمد في العمل الجمعوي، فنشرت ثقافة التطوعي وثقافة البذل والعطاء. مؤسسة عطاء ولله الحمد لها ميزات كثيرة، لا إن كان على مستوى التنظيم والهيكلة، فقد مرت بمخاضات عسيرة واستطاعت ولله الحمد أن تنجح وتخرج من هذه المخاضات بهيكلة قوية وبتنظيم قوي جدا. لعلي الجمعية الوحيدة في المغرب التي رأيت أن لا منخرطة فيها بطاقة إلكترونية، يعني وهذا مما يدل على قوة المؤسسة تنظيميا. أيضا القانون الداخلي هو قانون قوي جدا، لا شك كما قلت هذا نتيجة المخاضات التي مرت فيها جميع ما يتعلق بالمؤسسة، ومنها القانون الداخلي للمؤسسة. أيضا على مستوى الأعمال وعلى مستوى المشاريع، الحمد لله مشاريع قوية وضخمة وتطورت كثيرا بين الآن وبين بدايات المؤسسة. صارت الحمد لله الأعمال كبيرة جدا، مشاريع متنوعة، إتقان في العمل، بذل وجود يبذله الشباب بارك الله فيهم وبارك في سواعدهم. بقي إن كان يقبل مني أن أوجه توجيها لنصائح إخواني ولأبطال عطاء، فعليكم لي كما أشار الأستاذ سفيان سعيداني بالإخلاص في العمل وبالبذل، فما يريد المسلم من عمله إلا وجه الله عز وجل، لا يريد لا مصلحة شخصية ولا مصلحة ذاتية، إنما هو جاء لينفع الناس وليبذل من أجل الناس، فينبغي أن يخلص عمله لله عز وجل حتى يزيد الله البركة في هذه المؤسسة وفي هذا العمل المبارك. لما أتيت بورقة لائحة الحضور في صفة إلى أي جمعية أنتمي، قلت هل أكتب عطاء باعتباري بين قوسين أحد مؤسسي عطاء أو إحياء، لأني صرت أنشط في إحياء، فكتبتهما، كتبت إحياء عطاء وإحياء، لأن عطاء تبقى في القلب والوجدان، وكما يقول الشاعر نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم بيت في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وحتى لا أبخس إحياء ورئيس صديقي وأخي إلياس الخليسي موجود، أقتبس بيت باب سعاد فأقول جاءت سعاد جاءت إحياء فقلبي اليوم متبول
متيم بها وبسحرها المفعول. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ودمتم دائما للعطاء رجالا ونساء. وبارك الله في جهودكم وتقبل منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك وجزاك.